استاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام بينورنا ويشرفنا كالعاده. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ امير، واهلا بالساده المشاهدين وجمال النادي الاهلي العريق. يعني ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عايزين نبتدي بالملف الساخن وحديث الساعه دلوقتي في الرياضه المصريه والكره المصريه بالتحديد فيما يتعلق بمصير بطوله الدوري، تعقيب حضرتك. هو طبعا من ناحية نتكلم الاول من ناحية الفنيه سريعا كده، ان النادي الاهلي انطلاقه قويه بالنسبه للدوري. عايز تتكلم على فايلر الاول يعني والناحيه الفنيه سريعا كده. الحقيقه طبعا يمكن فايلر يمكن نقدم ورق اعتماده مبكرا، ولكن طبعا زي ما بنقول العبره بالخواتيم يعني. ولكن هناك مؤشرات للخواتيم دي، هناك مؤشرات جيده جدا ومؤشرات متميزه، وواضح ان هو عنده طموح يتناسب مع امكانيات النادي الاهلي، مع رغبه النادي الاهلي، مع تميز النادي الاهلي في الحصول على البطولات وعلى الالقاب. فواضح من البدايه ان هو ما بيعتمدش على اسماء بعينها او بعدد افراد بعينهم، واضح انه بيعتمد على الفريق كتيم وورك بشكل عام، يعني ما بيعتمد على مراكز، ما بيعتمدش على اسماء وما بيعتمدش على افراد هم اللي بيقودوا المسيره. لكن هو من المجمل كده، من الانطباع الاول، ان هو عنده طموح وعنده ما يتناسب مع قدرات النادي الاهلي، هتساعده كتير على فكره يعني. بالنسبه للدوري بقى بشكل عام، ابرز ما يميز فايلر الاول وايه الايجابيات اللي انت شفتها من ست ماتشات اللي اتلعبوا يعني؟ وممكن يكون هم دول بس الست ماتشات اللي هيتلعبوا، مش عارفين في ماتشات ثانيه ولا لا. هو بص، تطوير اداء الفريق بشكل عام كويس من المجمل، بس روح التميز في لعيبه معينه كويس. مفاتيح لعب النادي الاهلي اصبحت كثيره، ومفاتيح لعب النادي الاهلي مش قدرات هجوميه فقط، القدرات الهجوميه بتبدا من الخلف زي ما بيقولوا. اعتماده على ناحيه الجانبين، اعتماد على محمد هاني في الناحيه اليمين او احمد فتحي، والناحيه الثانيه علي معلول، واعتماده كمان على ان اظهر قدرات حسين الشحات الحقيقيه. بالظبط. واظهر طبعا نوازع هجوميه عند رمضان صبحي. رمضان صبحي ما كناش بنشوفه الفتره الاخيره بيقاتل على كل كوره، عنده واجبات دفاعيه دلوقتي ما كانتش ظاهره. فبالتالي اصبح كل واحد من اللعيبه دلوقتي اصبح يهدد غيره ويهدد نفسه ويهدد غيره ان هو لازم يشارك. ده شيء ايجابي في مصلحه الفريق طبعا. جدا، دي طبعا نواحي ايجابيه اعتقد ان هي يعني هتستمر، مش هتتوقف عند مباراه معينه او نتيجه معينه يعني. ممكن بنفس الاداء كمان يعني، ممكن نشوف الاهلي في تكرار للاداء المميز او غير المباريات. ليه؟ لانه زي ما قلت لك، بس روح الاداء المنافسه عند كل لاعب كويس. مفيش لاعب دلوقتي، اي لاعب في النادي الاهلي بيتهدده الخطر من القعده على الجلوس على دكه البدلاء. فبالتالي بيبذل اقصى طاقه. المدرب الكويس مش بيذاكر كويس، المدرب الكويس انه يفجر اقصى طاقه في كل لاعب ويخرج الدوافع كلها عند اللاعب، كلها سواء يخلق دوافع فنيه ومهاريه وبدنيه. لو نجحت، واضح قوي كمان ان ارتفاع اللياقه البدنيه عند لعيبه النادي الاهلي، واضح قوي قوي، واضح جدا. حتى في المباراه الوديه، اتفرجت على مباراه الالمين الوديه. اتفرجت على الماتش؟ طبعا. كنت في الملعب. وواضح جدا ان اللياقه البدنيه عند النادي الاهلي كبيره، زي بدليل ان واحد محمد محمود الشوط اللي لعبه عمل ايه. محمد محمود طمن الناس يعني، كان هايل في المباراه. حتى ظهر بنيو لوك جديد، مربي شعره كده وحاجه تفرح يعني الحقيقه. والحمد يعني كانه لم يصب يعني، ما يعني راجع بلياقه بشكل طبيعي، وبيخش على الكوره عادي جدا. حتى بديله كمان اللي نزل فيه لعيب كويس مواليد 2001، العربي بدر. ده بقى وينتظر مستقبل فعلا متميز جدا، قريب جدا هتلاقيه كمان مع النادي الاهلي ان شاء الله يعني. سعد سمير كمان عودته مهمه قوي طبعا، بس هو يمكن كان الوزن زاد سنه، ولكن اللياقه كويسه عوده برضو. وجود رامي ربيعه كمان، وكان متعلق في المباراه الوديه.
لا لعيبه النادي الاهلي تحس ان هم لا بيسابقوا الزمن. أزارو كمان احرز هدف في المباراه وبينافسوا نفسهم. أزارو سجل الهدف في الشوط الاول يمكن اضاع هدف، وصالح جمعه اهدر ركله جزاء تصدى ليها حارس مرمى الاعلاميين. يمكن اللعيبه كلها بصراحه نزلت وكانوا مستواهم كويس، وكانوا وهم اقرب. وليد سليمان طبعا ما شاء الله عليه. يعني النادي الاهلي انا استطيع اقول لك ان اي واحد زي اللاعب الاساسي انا بقول لك من دلوقتي اليونج هيبقى اليونج هيبقى مفاجاه ان الاهلي هذا الموسم فعلا لاعب المباراه الوديه هو لعبه كان حاجه هايل يعني مش هايل. خط دار نص الملعب هو محمد محمود الاثنين كانوا متعاونين كمان، وكانوا تفاهم كان قريب بينهم هما الاثنين. يعني كويس جدا. انا شايف ان هو هيبقى مفاجاه النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. اضيف الاخر نزل في الاخر وكان لعب كويس قوي، كان محطه كويسه برده هو، وكان كمل هو وازارو، ازارو كمل نهايه المباراه واصبحوا هما الاثنين كان مصدر خطوره يعني النادي الاهلي. طيب يعني كويس، احنا خدنا تقرير وافي عن مباراه الاهلي والاعلاميين من استاذ محمد باهي اللي حضر هذه المباراه. المباراه كانت من كام يوم، كانت المفروض استعدادا لمباراه الزمالك اللي هي كانت المفروض تبقى امبارح. يعني المفروض ان احنا كنا النهارده بنتكلم في نتيجه مباراه الاهلي والزمالك، لكن للاسف ده ما حصلش. وبالتالي مباراه الاعلاميين دي ممكن ما تكونش اخر مباراه وديه للنادي الاهلي، ممكن تلاقي مباراه وديه بشكل مستمر خلال الفتره اللي جايه. فبالتالي عايز اخد تعقيب حضرتك على الاحداث دلوقتي، رايك ايه والازمه اللي على الساحه الكرويه المصريه؟ بصراحه يعني احنا شايفين كلنا، كل المتابعين وكل مش المتابعين بس، وكل اللي ايدهم في الوسط يعني طبعا كانت مفاجاه كبيره جدا جدا. مفاجأة. طبعا 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 مفاجاه تاجيل المباراه، وخصوصا انها جت لدواعي امنيه. يعني انت شايف دلوقتي بمعنى انت شايف انت الحاله مستقره، الدنيا مستقره، واتلعبت ماتشات كتيره قبليها، والدنيا والعجله مستمره بالنسبه للدوري الممتاز، وما فيش اي شكوى من اي حاجه. طبعا المفاجاه انك انت المباراه اصلا كانت هتبقى بدون جمهور وفي برج العرب، يعني مأمنه نفسها من غير حاجه. صح. عمليه مين بقى اللي كان السبب، ومين اللي اصدر القرار، ومين اللي خد تعليمات من مين عشان يصدر القرار، واتحاد الكوره دخل وقال كلامك مليء بالكواليس. يعني العمليه طبعا تدعو الى التساؤلات ومزيد من الدهشه والاستغراب. يمكن اتحاد الكوره لما قال الامن، احنا المنوط بينا الامن طبعا، الامن هو اللي ياجل، هو الامن ما ياجلش، هو اللي شايف حاله البلاد وحاله. لكن انا شايف ان الامن رفع الحرج او حاول ان هو ما يحطش اتحاد الكره في حرج. انا شايف ان قرار اتحاد الكره كان في البدايه مش بيستند لدواعي امنيه اصلا. طبعا زي ما اتكلمنا. فهو رفع الحرج عن اتحاد الكوره، وانا شايف دلوقتي ان مفيش اي حاجه رسمي حتى خرجت من الامن ان يقول ان المباراه مؤجله لدواعي امنيه. يعني معنى كلام حضرتك ان اتحاد الكوره هو اللي تحرك لتاجيل هذه المباراه؟ طبعا. طبعا. يعني بتاكد على كلامنا اللي قلناه في بدايه الحلقه. بص عايز اقول لك حاجه، يعني هو اتحرك لكده مش عارف هل هو يقصد مجامله الطرف على طرف اخر، ولا ما يقصدش، ولا هو وطني اكتر من الوطنيين ان هو يشوف ان يعدي المرحله دي برمتها كده، ان شاف المشهد بتاع الاهلي والزمالك في السوبر يعني عشان ما يتكررش، عشان ما يصدرلوش ازمه او مشكله. لكن انا شايف ان من الشجاعه ان انت طالما في موقع مسؤوليه يبقى تكون قدها. موقع مسؤوليه بقى انت بتدير بحسن النيه اولا، ثم تسيب ردود الافعال، لان انت تبذل اقصى ما في وسعك. لان انت يوم ما طلعت في يوم القرعه كانت قرعه حضاريه جدا جدا، واشدنا بيها كتير جدا. لما قلت ان مفيش تاجيل ولا مباراه كلنا ترقبنا وكلنا انبسطنا جدا. المشكله ان انت لما تيجي تاجل المباراه يتبعها مؤجلات ثم مؤجلات، وتاجيل المؤجلات هتخش في دوامه كبيره جدا. اضف الى ذلك طبعا يمكن النادي الاهلي يعني اثلج صدور جماهيره بالبيان اللي هو اصدره. حتى طبعا كان بيان واقعي جدا، وبيان محترم، وبيان قد ايه بيصدر عن اداره واعيه
وإدارة قوية تعرف هي بتتكلم إمتى وبتتكلم تقول إيه، وتقدر تقدر كمان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وحجم جماهيرها العريضة، إن بتقدر تخاطب الرأي العام بشكل عام سواء جماهير أو مسؤولين. لا هو النادي الأهلي طلع في الوقت المناسب وألقى بيانه المهم جدا، اللي طبعا كان رد فعله عند المسؤولين في اتحاد الكرة رد فعل طبعا أعتقد أنه رد فعل محترم، أنه هيعيد النظر في موضوع. هو كان في رد فعل البيانة في اتحاد الكرة؟ بدليل أنه بيفكر أن يقيم مباراة القمة قبل نهاية أكتوبر. يعني ده فعلا تفكير وارد موجود؟ جدا جدا. وانا شايف ان في الساعات القليله القادمه ده طبعا طبقا للمعلومات اللي صدرت. طبعا معلومات مؤكده يعني كويس، ان هيطلع وهيتحدد موعد قريب جدا للمباراه. مباراه القمه طبعا ان شاء الله. يعني بنسبه كام، معلش يا استاذ محمد، بنسبه كام ممكن يكون الماتش يوم 28؟ لا تقل عن 90%. للدرجه دي؟ لان في مشكله هنا، الاتحاد لو اصر على ان هو يعاقب اي فرقه هتنسحب النهارده، في خبر طالع ان انسحاب اي فريق بيساوي 9 نقاط، خصم 9 نقاط و200,000 جنيه من اي مباراه. ده من اي مباراه للمره الاولى. عارف اللوائح بتقول ان اول مره دي ما فيش حاجه اسمها تنزل درجه ثانيه والقصه دي، بس هي اللي هو ده لو اصلا حد هينسحب مغلظه، ده لو حد هينسحب. دايما الاتحاد الكره او اللجنه المسابقه بتلتمس الاعذار للانديه في الانسحاب الاول. تمام. الانسحاب الثاني هو اللي بيبقى قاسي شويه. أيوة جدا، العقوبات مغلظه. بيتكلموا في الموضوع ده على ان كده الاهلي هينسحب، بس استاذ محمد الاهلي لا هنسحب. هو ما قالش، ما جابش سيره الاهلي. ايوه هو معنى انه بيصرح الخبر ده يبقى قصده بيلمح. لكن انا شايف الاهلي واخد موقف مش انسحاب، الاهلي عايز يلعب المباراه اللي عنده في الجدول بس مش اكتر. خلي بالك ده موقف برضه بعض الانديه كمان. بالظبط. وانا من حق ان انا العب طبقا لتكافؤ الفرص في التسلسل الطبيعي والمنطقي زي فريق زي المقاولين ده مثلا يا استاذ محمد. فريق المقاولين ده كان مع كل الاحترام والتقدير هيلعب مين؟ اسوان. فجاه قبل الماتش ب 48 ساعه روحت هتلعب الزمالك. فريق كبير وهيلعب الزمالك ماتش صعب. طبعًا. اصعب من استعداداته طبعا مختلفه. استعدادات تختلف في 48 ساعه. طبعا مريح لعيبه معينه. بالزبط. بيدرب لعيبه خطه بطريقه معينه. بالزبط. معود لعيبته على بطريقه معينه في الملعب. لقى نفسه هيغيرها. فطبعا دي كلها بتربك حسابات اي فريق واي مسابقه. اكيد. لكن انا عايز اقول برضو ايه، هي عمليه الامن يعني، معلش يعني احنا طبعا كلنا مساندين للامن في مصر، وكلنا مساندين للشرطه والجيش وكل اللوائح التامينيه طبعا. لكن انا شايف ان في البعض والبعض القليل اللي بيصدر ازمات بدون داعي. بمعنى يعني مثلا انت عندك صدر قرار من حوالي اسبوع كده ان مفيش ماتشات تلعب في بني سويف. في استاد بني سويف. ليه؟ دواعي امنيه. طب لو انت فعلا واثق من قرارك ان ده دواعي امنيه فتمسك بقرارك. النهارده بني سويف عمره في حياته ما لعب في ملعب تاني غير الاستاد. تليفونات بني سويف عمره ما لعب في اي ملعب غير في هذا الملعب. فالاثنين جريوا وفعلا حصلوا على استعادوا موافقه اللعب على الاستاد. كويس. وفعلا بني سويف لعب النهارده في لعب النهارده في استاد الدوله بني الاولى سويف. افتتاحها النهارده. في ازمه برضه مثلا في بيلا. بيلا في ملعبه لعب طول السنه اللي فاتت في ملعبه. كويس. وبحضور جماهير السنه اللي فاتت كلها. وبحضور جماهير. واكثر نسبه جماهير كانت بتحضر في المباريات في ملعب بيلا. كويس. السنه دي طلع لدواعي امنيه انه ما يلعبش في ملعبه. اذا هنا هيلعب طول الموسم خارج ملعبه. هناك محاولات مضنيه من مسؤولي بيلا انه يلعب في ملعبه، لان ده احد ابرز اسلحته، وخصوصا ان انت لمحت واشرت بان دوري المحترفين هيتطبق السنه الجايه. معنى كده ان هبوط 5، يعني بدل ما كان هيهبط 2 هيهبط 5. اذا انا ما بلعبش في ملعبي يبقى انا اقرب للهبوط. فبالتالي بيلا دلوقتي بيحاول ان هو يستعيد ارضه او يستعيد ملعبه من جديد من خلال الامن. واحنا انا واثق ان شاء الله باذن الله الامن هيسمح له ان هو يلعب على ملعبه. اذا هنا انا يعني في هنا مرونه. يعني المفروض ان يبقى في مرونه فعلا، وفي هنا احنا عندنا امن واعي في كل الملاعب وتجاه كل الانديه، واعتقد ان هو قادر على ان يؤمن
اي مباراه طبعا. مهما كان حجمها طبعا. ومهما كان قوتها. يعني مش عايزين نكرر الكلام اللي هو اللي بيقول ان في المباريات بتتلعب وبجمهور في بعض البلدان فعلا. اللي فيها مشاكل ارتباك يعني زي سوريا وليبيا والعراق وفلسطين كل اللعب بجمهور حتى الان. احنا البلد الوحيده يكاد يكون البلد الوحيده اللي في العالم اللي بتلعب بدون جمهور حتى الان. انا واثق من امكانيات وقدرات الامن على تامين المباريات، لان في نقطه برضو مهمه جدا ان انت طول ما انت عمال تقول دواعي امنيه دواعي امنيه انت بتدي انطباع سلبي قوي. بالظبط بالظبط. احنا البلد بدات تقف على رجليها وبدا الامن وبنفتخر بحاجه اسمها الامن والامان. اكيد. وكلنا دلوقتي يعني بنسهر صباحي في اي حته بنشعر بالامن والامان. فانت بلاش تحسس الدنيا الناس بره ان احنا عندنا حاجه. فانا بناشد يعني انا شايف ان المسؤولين في القياده السياسيه والقياده الامنيه لا عندهم وعي كبير جدا جدا ان هم فعلا يقدروا ان هم يامنوا مباريات كره القدم، لان تامين المباريات هو دلاله على كبيره على الامن والامان في مصر يعني. طيب الحل للخروج من الازمه، قبل ما اتكلم عن الحل للخروج من الازمه عايز اقول مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد دلوقتي بقى تعادل ايجابي 1-1، هدف احرزه لالانا من اسيست لاندرو روبرتسون في الدقيقه 85، ناقص اقل من 5 دقائق كمان دلوقتي على نهايه هذه القمه الانجليزيه ما بين مانشستر يونايتد وليفربول، التعادل الايجابي 1-1. اتفضل الحل للخروج من الازمه من وجهه نظر حضرتك ممكن يكون ايه؟ لا هي الكره دلوقتي في ملعب اتحاد الكوره. الكره في ملعب الاتحاد طبعا. طبعا. هو يخرج من الازمه دي خلاص، هو نفذ تاجيل المباراه بالظبط. هو المفروض انها كانت هتلعب خلاص امبارح، خلاص ما اتلعبتش، خلاص بقى انت نفذت ايه دماغك خلاص، اجلا ام عاجلا المباراه هتلعب ولا مش هتلعب؟ هتتلعب. يبقى هتتلعب. خلاص انت نفذت رايك وخلاص الاسبوع الخامس يعتبر بيتلعب. فانت لا العب بقى المباراه، يعني يمكن الزمالك عنده مباراه جنراسيون ممكن تلعب بعد مباراه جنراسيون خلاص بثلاث اربع ايام وتلعب وترحل المباريات اللي جايه اللي هي الموجوده الاسبوع الخامس او السادس ترحلها وتلعب بنظام الترحيل ده عشان تتجنب مزيد من التاجيلات. طبعا طبعا. اصل انت ما ينفعش انت تاجل اسبوع مباراه في الاسبوع الخامس او الرابع وترحلها في وسط الموسم. مفيش تكافؤ فرص. انت دلوقتي عندك في لعيبه بتتصاب، في لعيبه بتحصل على كروت صفراء وحمراء و و و فانت التسلسل المنطقي للمباريات انك تكافؤ الفرص. صح. فانت لازم ترحل المباريات مش تاجلها، الفرق بين التاجيل والترحيل. ترحل بس التاجيل. وانا واثق ان شاء الله باذن الله من موضوع الترحيل ده، وان شاء الله باذن الله الازمه هتتحل قريب باذن الله. تتحل؟ اكيد ان شاء الله ان شاء الله. طب ازاي النهارده اتحاد الكوره بيعلن عن حكام مباراه الاهلي وبمنى من الاربع الاهلي مش هيلعبها؟ ازاي؟ بتشوف الموقف ده ازاي؟ بص انا شايف ان هو هيبقى في اجتماع قريب جدا. فين؟ في اتحاد الكوره؟ هيبقى اجتماع شبه طارئ، لان رئيس الاتحاد الكوره حاليا مش موجود. موجود في امريكا. رجع امتى؟ والله هو ما اعلنش عودته امتى، يعني عمرو الجنايني ممكن يرجع في وسط الاسبوع، يعني ممكن يرجع. هل الكره المصريه مستحمله دلوقتي عدم تفرغ المسؤولين لادارتها؟ هي دي مشكله كبيره. هل احنا مستحملين كده؟ طبعا. هو كان الاولى ان انت تختار لجنه متفرغه. بالظبط. تعرف زي حكايه المدير التنفيذي لاي مكان، اي سواء في الاتحاد او في الانديه لازم يكون متفرغ، ده شرط اساسي طبعا. فلازم يكون القياده الاداريه او اللجنه، طالما انت جبت اللجنه لازم تكون متفرغه، وخصوصا انها بتتقاضى اجر. طبعا طبعا. انت بتتقاضى اجر ليه؟ عشان تقول انا مسافر وراجع تاني، عشان تبوظ المسابقه، عشان تدربكها تدربك الانديه، عشان تدمر الكره في مصر. فطبعا ده يعتبر تشتيت وتدمير زي ما بيقولوا يعني. بس انا شايف ان صوت العقل هيبقى قريب جدا جدا من مرحله التنفيذ حل الازمه. وشايف ان شاء الله باذن الله يعني في جهه ما يعني هتتدخل في الموضوع. وهتبقى في يعني حلول. هيبقى في حلول عقلانيه جدا ومنطقيه في نفس الوقت. كويس. لان لو ما حصلش هيبقى مشكله كبيره جدا جدا لاحد الاطراف، اللي هيصدر هيبقى مصدر مشكله كبيره.
لو الاتحاد نشف دماغه هيسبب لنفسه ازمه طبعا. لو النادي الاهلي برضو لازم يكون عنده يعني جزء من المرونه ان يبقى في اجتماع بين جميع الاطراف ولازم يوصل له الحل ضروري، لان احنا لسه في بدايه الموسم، لان اي ازمه يتبعها ازمات طبعا. لو ما اتحلتش الازمه دي متهيألي ده بالنسبه له في انتظار الحلول اللي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في اول مباراه مع نادي الزمالك هي دي حلول النادي الاهلي. بالظبط كده بالظبط. وانا شايف ان شاء الله باذن الله يبقى في حلول. دايما احنا الحلول بتيجي في الوقت بدل الضايع. دايما احنا بنتكلم في ازمات للاسف طبعا، ما بنتكلمش في كوره. فبالتالي عايز اخد تقييمك لاول ثلاث اسابيع في الدوري بقى، مش اول اربعه كمان، رايك ايه؟ هو طبعا بص، السنه اللي فاتت قالوا بيراميدز اثرى الدوري، وقال وانا قلت معاك هنا في حلقه ان بيراميدز زي اي فريق دخل في الدوري الممتاز بغربال جديد، زي المقصه دخل واثرى الدوري وكان بيلعب في المربع الذهبي. كل فرقه بتيجي عندها امكانيات بتثري الدوري. بيراميدز ما اضافش الدوري جديد، بيراميدز اشعل سوق اللاعبين بس ده اشعل سوق المنافسه هنا ساخنه وملتهبه على اللعيبه، مش ساخنه وملتهبه داخل الارض الملعب. بدليل انت عندك بيراميدز نتائجه ايه؟ تعادل الماتش اللي فات، وانا شايف كمان انه هيبقى عنده نظيف من النقاط، زيه زي المقصه، زي المصري، زي الاتحاد، زي كل الانديه. انا مش عايز اكون متفائل اكتر من اللازم. لو قلت لك كمان ان النادي الاهلي ممكن يفرق بعدد النقاط لو مشي بنفس الوتيره، وكان فعلا هو قادر على انه يمشي بنفس الوتيره، لان مش مباراه ولا اثنين ولا ثلاثه فاز بيهم بالصدفه. للاهلي ليه شك؟ استاذ محمد، هو حد حاول يعطل الاهلي باللي بيحصل ده؟ طبعا، يعني دي محاولات لتعطيل الاهلي طبعا، خصوصا طبعاً. بعد ما شاء الله لقوة الا بالله الاداء المبهر على مدار ثلاث مباريات، كان منطلق كالصاروخ زي ما بيقولوا ما شاء الله. بص، الاهلي لاول مره في تاريخه بيكسب الانتاج الحربي بالاربعه، والاول مره بيكسب اسوان بالخمسه. اذا هنا النادي الاهلي بيوصل لمرمى المنافسين كتير جدا، بغض النظر بقى عن التهديف. لا، وصل لفورمه عاليه، فورمه فنيه، فورمه اداريه بتساند النادي طبعاً. فورمة بدنية على مستوى الكرة بالتحديد من الجهاز الفني. بالمناسبة مستر فايلر يا جماعة، مستر فايلر إداريا فيما يتعلق بالفرقة بتاعته متداخل جدا في الجانب الإداري، ده شيء مميز إداريا وفنيا وبدنيا وذهنيا مع اللاعبين، نفسيا كمان طبعا. الراجل دايس في كل حاجة. هقول لك على حاجة يمكن في ناس كتير قوي ما اتكلمتش فيها. أنت عارف فايلر في ماتشات القدام والتدريب بيقعد فين؟ جات لي المعلومة، بيقعد في المدرجات. فدي برضو حتى في التقسيمه مع نهايه التدريبات. طبعا. ده فكر ان انا بشوف من اعلى نقطه، خصوصا ان هو في مرحله تقييم. طبعا. بشوف من اعلى نقطه زي بص، انت لما تيجي تسال المشاهدين والمتفرجين عن المباراه، اللي بيحضروا في الاستاد بيبقى تقييمهم صح، اقرب الى الصح. ليه؟ لانه بيتفرجوا من اعلى نقطه، شايف من فوق، غير اللي شايف من المونيتور. اللي شايف في المونيتور مش شايف الابعاد، مش شايف ابعاد الملعب. ولذلك انا دايما اقول ان الناس اللي بتحلل المباريات من الاستوديوهات بيبقوا يعني ما فيش منطقيه شويه. بالظبط بالظبط، لان انت هم طبعا الناس كبار انت بيقدروا يحللوا. لا، انا بتكلم على ان انت عينك على الكوره. انا ككره راح من سين لصاد لعين لغير، هم بخبرتهم برضو بيقدروا يلغوا يعني. اكيد. لكن انت لو شايف من الملعب، لا، انت بتشوف في البلايند سايد زي ما بيقولوا، في المناطق العامه اللي معهوش الكره بتحرك ازاي. صح. دي ما بتبانش كتير في الشاشه. واللي بدايه من حارس المرمى لحد الاقصى المهاجمين. كويس. انا شايف ان المرحله الاولى او الاسابيع الاربعه بتنوم على قوة تهديفية، قدرة تهديفية. واضح ان اللياقة البدنية عالية جدا لدى كل الفرق، معظم الفرق جاهزين كويس. جاهزين ليه؟ لان كل الفرق دلوقتي عندهم مخططين احمال ومخططين احمال على مستوى عالي. طيب، انا عايز اتكلم بالتحديد عن الاهلي. هل الاهلي مستفيد من فترة التوقف اللي بالنسبة له بقت اطول من الاندية التانية، ولا متضرر؟ لا، متضرر فنيا. لا، متضرر طبعا. متضرر. طبعا. اصل انت وقفتني عن الانطلاق، عامل زي اللي بيجري ماراثون.
فانت بتجري وخلاص، انت سبقت، بدات تسبق زي اللي ماشي في سباق عربيات وحطيت له مطب بس. طب يبقى انا استفدت ايه؟ عطلت. يبقى انا استنى بقى الناس كلها لما تيجي. لا ده انا كمان ايه، ده انا ممكن استنى لحد ما حد يعديني. وده اللي حصل النهارده. الزمالك عنده كام بونت؟ مش عارف، عنده 10. لا اللي عنده كام بونت؟ 9. طيب يبقى عداه ولا ما عداهوش؟ الزمالك لعب مباراه اكتر بغض النظر. بس نفسيا لا، انت عدتني، انا عشان اعديك لازم انجز المهمه اللي انا فيها اللي هي المباريات المؤجله بالزبط. وهكذا. لا انا كنت منطلق، فبالتالي العرقله طبعا العرقله لا تاثر بالسلب. انت عشان تجمع اللعيبه تاني سواء في الماتشات او في التدريبات، لا انت محتاج برضو محتاج مباريات رسميه عشان تنطلق وتستمر في انطلاقك. مباريات يعني رسميه مش وديه. طبعا مباريات رسميه. طيب كيف سيتعامل مستر فايلر مع الفتره الحاليه او الفتره بدون مباريات من وجهه نظرك؟ بص، يمكن هو الاستفاده الوحيده هو عوده المصابين. طبعا. وتجهيز وتجهيز اللعيبه المصابه. اذا هنا هو كان عنده عدد وافر من اللعيبه، عدد وافر من المراكز عنده. دلوقتي اصبح الوفر اكتر والمنافسه بقت اكتر، وعليه ودي مسؤوليه مش سهله، مش سهله ان انا يبقى عندي وفره وخلاص اختار سن وصن وخلاص. لا، اختار ازاي؟ العداله، والعداله في الاختيار، واللي هيحققوا لي الغرض من المباريات. هو يعني يمكن كان واضح في المباراه الاخيره اللي لعبها قدام اسوان ان هو خلاص توصل لتشكيل معين، ابتدى يستقر. بدايه استقرار فني. يعني مجدي قفشه في بدايه اشتراكه خالص مع الاهلي ما كانش بالشكل ده، ما كانش بالمستوى اللي دي قفزات فنيه. هو وحسين الشحات ورمضان صبحي اصبحت ثلاثي الرعب يعني زي ما بيقول، او ثلاثي المحوري الفني في الفريق. اعتقد ان هم لا، الاهلي محتاج كمان يعيد الانطلاقه من جديد ان شاء الله، عشان يبقى في يتبع قفزات وطفرات يعني ان شاء الله. في انتظار اتحاد الكوره يحل بقى، مستنيين اتحاد الكوره يقول لنا ميعاد ماتش القمه امتى باذن الله يعني. عايز اقول مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد خلصت بالتعادل الايجابي 1-1 كده. الفرق بقى 6 نقاط ما بين ليفربول ومانشستر سيتي في المركز الثاني، والمنافسه هتبقى قويه جدا. وده تعادل بعد 8 انتصارات متتاليه لليفربول منذ انطلاق بطوله الدوري الانجليزي. فهنشوف بقى على مدار الاسابيع القادمه. هي دي المسابقات. طبعا. هو ده التنظيم. هو ده الامتاع والمتعه في كره القدم. ناس منظمه طبعًا. وناس تحترم كلمتها على الاقل. طبعا. ووعودها. طبعا. ده الفرق ما بين الكره الانجليزيه او الاوروبيه والكره المصريه. اكيد. على فكره انا عايز بس سريعا كده اشيد برضو بالنادي الاهلي. الحقيقه طبعا موقف رائع من النادي الاهلي بعد اصابه لاعب الاعلاميين. طبعا اصابه بالغه، يعني اصابه قطع في الرباط الصليبي ومزق في الرباط الداخلي والغضروف مش عارف ايه، يعني اصابه الركبه، اصابه مضاعفه ومركبه. النادي الاهلي الحقيقه طبعا عرض انه، لان كانت الكره مشتركه مع صالح جمعه. الطريف ان الكره اتحسبت فاول على اللاعب اللي اتصاب. والله كان صالح زي دي في ماتشات استحوذ على الكره فجلبرتو دخل عليه فاتصاب. لها طبعا موقف رائع من النادي الاهلي انه عرض ان هو يعالج اللاعب، ولكن النادي الاعلاميين الحقيقه طبعا طارق الشرباسي وخالد فتوح الناس شكروا الحقيقه توجهوا بالشكر للكابتن محمود الخطيب ومن خلال الكابتن سيد طبعا عبد الحفيظ بكلمه تليفونيه، وقالوا له لا احنا يعني بنشكر النادي الاهلي على هذه الوقفه الجميله، وهم بداوا يعالجوا اللاعب. ربنا يشفي رب احمد كمال جيلبرتو لاعب الاهلي ان شاء الله، نتمنى له الشفاء العاجل. امين يا رب. عايز اتكلم في بعض الجوانب بقى فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنيه، لان احنا داخلين على تحديات. وانا ببقى مصمم ان احنا نتكلم في كل الحلقات عن المنتخبات الوطنيه، لان ده شيء مهم وهدف اسمى واهم بكل تاكيد. نفسنا المنتخب الاول ينجح مع الكابتن حسام بدري، نفسنا كمان المنتخب الاولمبي ينجح في تحدي قوي جدا وهو التاهل لطوكيو 2020 مع الكابتن شوقي غريب. بالتالي معايا خبر من الوفد مثلا بيقول لك ان في وديه او وديه يوم 8 نوفمبر والازمات امام حسام البدري في منتخب مصر، بسبب ان اتحاد الكره بيفكر ان يبقى في مواعيد لكاس مصر في الفتره دي اللي هتكون من يوم 1 ليوم 9. بتشوف الحل الجزئيه دي خصوصا في ظل رغبه كابتن حسام البدري انه يلعب مباراه وديه؟ بص، دي برضه دي ازمه كبيره جدا. ليه؟ اتحاد الكره عايز ينهي قبل 30 اكتوبر المرحله الدور التمهيدي الاول في كاس مصر. كويس. ليه؟
عايز يقلص عدد الجمعية العمومية، لأن هو طبعا نزل شروط المسابقة إنك أنت تخش مراحل تأهيلية الأول عشان من خلالها تخش تمهيد الكاس، ولو أنت ما دخلتش تمهيد الكاس يبقى أنت مش عضو جمعية عمومية. يعني هو ما قالش الجملة دي جملة عضو جمعية عمومية، بس قال إيه؟ إنك أنت ما دخلتش الكاس. يعني إيه ما دخلتش الكاس؟ يعني خسرت 20 نقطة. إزاي؟ طب نوضحها شوية. نوضحها. أنت من ضمن الشروط عشان تبقى عضو جمعية عمومية يا يعني إما تبقى دوري ممتاز أو ممتاز به. كويس. خلاص، أنت بقى قسم ثالث عايز تبقى عضو جمعية عمومية، يبقى عندك 50 نقطة على الأقل. إيه هما؟ إنك أنت تشترك في كأس مصر 20 نقطة، والكرة الخماسية 10، الشاطئية 10، النسائية 10، وهكذا. فأنت لو أنت خسرت ال 20 نقطة دول خلاص أنت ما جمعتش ال 50، يبقى أنت بره الجمعية العمومية. طيب أنت المفروض أنت هتعمل يوم 30 اجتماع جمعية عمومية للأندية. عن سنة سابقة ولا سنة تانية؟ سنة سابقة اللي فات أنت ما هو هدف الجمعية العمومية إيه؟ اعتماد الميزانية والحساب الختامي. سنة سابقة. واعتماد مرتب المدير التنفيذي على اعتماد اللجنة الاجتماع السابق وهكذا. طيب أنت هنا عدد الجمعية العمومية تقريبا 222 نادي. طبعا 222 نادي هيجوا في مظاهرة. ده كل 176 نادي في القسم الثالث انت هتطيرهم؟ لا، ده هيجوا وهيعملوا هليله في الجمعيه العموميه وانتوا يا ظلمه ويا ويا والحاجات دي. فيتعمل ايه؟ لا، نطير نصهم وشويه. نطير نصهم ازاي؟ ان هو يشاركوا في التاهيلي اللي هو التاهيل الاول والثاني، لو ما تجاوزتوش للتمهيدي يبقى انت بره. كام واحد كام نادي دول؟ حوالي 100. يا 100 100 انت كده طيرت 100 نادي. اذا هنا المتبقي من الجمعيه العموميه بعد الباي والحاجات دي حوالي 106. 106 يعني اللي طاروا حوالي 120. يعني التوتال المفروض كان 226 تقريبا. 222. 22. وهيطير الفرق، يبقى هيبقى لك 106. الحل ايه؟ طب سريعا عشان الوقت بيجي. لا مفيش حل. الحل انك انت يوم بقى يوم السبت، القرعه الكاس يوم الثلاث. والماتشات هتبدا السبت الدور التمهيدي اللي جاي، فاذا هتبعت جوابات للانديه اللي هو ال 106 دول، تعالوا انتوا بس اللي تحضروا الجمعيه العموميه. تمام. عايز برضو من حضرتك واحنا بنختم رساله اخيره للمسؤولين عن الكره في مصر واتحاد الكره، تحب تقول لهم ايه في ظل الازمه الحاليه؟ هو طبعا يعني الكره في مصر مش دوري ممتاز بس. اكيد. هو دوري ممتاز وممتاز بيه وقسم ثالث وقاعده الجماهيريه. انا شايف ان تطبيق دوري المحترفين السنه الجايه هيبقى صعب جدا لعده اسباب. احنا كلنا مع دوري المحترفين وكلنا مع تطوير الكوره، والنهارده بدا دوري القسم الثاني في مجموعه الصعيد، بكره القاهره، بعده بحري. احنا مش بس اطلع قول انا معايا مثلا 50 مليون هصرفهم على دوري المحترفين. انا ما بقصدش دوري الف، بتكلم بيه. انا معايا 50 وهوزع على كل نادي كذا، كله هيعظم لك. لكن انت عشان تقول زي السنه دي، والسنه دي قالوا ان هو هيسوقوا الدوري وما تسوقش، ما حصلش حاجه، هو خدوا القنوات ببلاش. فانت لما تيجي تقول انا هطبق دوري محترفين وانا معيش اوجه الصرف، او انا مش قوي اقتصاديا، انت ممكن تعرض نفسك السنه الجايه انك انت ما تتنفذش. وخصوصا سريعا، ان من حوالي اسبوعين طلع في مؤتمر صحفي وقال ان دوري القسم الثالث هيصعد الاول ال 12 كلهم دون دوري الترقي، ودوري القسم الثاني هيهبط اثنين بس ويصعد ثلاثه. طبعا رجعوا في كلامهم ودلوقتي وقال لك دوري المحترفين، بما يعني ان ثلاثه بس اللي هيصعدوا من القسم الثالث من 12، وخمسه هيهبطوا من القسم الثالث. فالعمليه عمليه طبعا هلاميه. فانا اتمنى ان هو يطلع بس يقول ان الانديه ما عندهاش مانع، بس انا عندي موارد لكل نادي هيصعد ونطبق دوري المحترفين. نتمنى كل التوفيق للناس في اتحاد الكره ان هم يحلوا ويحاولوا ان هم يحلوا كل الازمات الموجوده في الكره المصريه. نتمنى يمكن. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد بيه. انا بشكرك وبسعيد دايما ان انت بتشرفني. شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في الفقرة الحوارية من حلقة كلام في الميديا النهاردة الأستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالأهرام، وتطرقنا للعديد والعديد من الأمور والملفات على الساحة الرياضية المصرية بالتحديد. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد إن شاء الله بإذن الله من حلقة جديدة في كلام في الميديا. استنونا، إلى اللقاء.